فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يسأل في مسألة في الإرث. يقول: رجل توفي وله ابنتان وأم وإخوة أشقة ذكور وإناث، سؤاله: هل لأخوات المتوفى شيء من تركته أم هي فقط للذكور من إخوته؟ هذا لازم تروح للقاضي وتجيب شهود على هذا، والقاضي يطلع لك صك يسمى حصر الإرث، لأنك ربما يكون فيه ناس ما تدري عنهم من الورثة، أو بعض الناس يكذب ويجحد بعض الورثة، أو يقول اللي ما حضروا ما لهم شيء، أو بعضهم يقول اللي ما هو بار بوالده وعاصي والده ما له ميراث. ما يجوز هذا، لازم تروح للقاضي والمحكمة تجيب شهود على من هم الورثة الذين مات عنهم، ثم يخرج لك صك في هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.